المدينة يعتبر من الحقوق الأساسية التي تندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان العالمية. قد تم التأكيد على ذلك في العديد من المواثيق الدولية ومنها توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف. المجلس الوطني كما هو معلوم ينظم هذا اليوم ندوة علمية في شكل أجورا في موضوع الحق في المدينة ومدينة الحقوق تحديات المدن الناشئة. ويأتي هذا اليوم انسجاما مع طموحات ومع أهداف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز الوعي بأهمية الحق في المدينة التي يعتبرها المجلس جزء لا يجزأ من الحقوق أو كل ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والحقوق المجلية. وطبعا هذه الندوة الثانية بعد الندوة الأولى التي كانت في يوليوز من السنة الماضية، وسيرا على نفس النهج وباعتبار أن الحق في المدينة هو حق من حقوق الإنسان، والحق يعني في السكن هو كذلك حق من حقوق الإنسان من أجل يعني العيش الكريم. وبالتالي لاحظنا أن هناك إشكال في الحق في المدينة وهو يتعلق بالمدن الناشئة، تلك المدن التي اليوم توجد في العديد من مناطق المغرب ونعتبر أنها تقوم على هامش المدن المركزية التي تكتسي نوعا ما من الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي هناك مثلا قضية المواصلات التي تعتبر هي كذلك حق من حقوق السكن والولوجية إلى غير ذلك. هناك مشكل المناطق الخضراء، هناك مشكل يعني مؤسسات القرب، فيعني أن المدن الناشئة لا زالت تعاني من العديد من الخصائص. وبالتالي نعتبر أن المقترحات التي ستصدر عن هذا اللقاء ستعزز يعني السياسات الحكومية وتنبه كل المسؤولين المؤسساتيين أو غيرهم إلى الدور الذي يعني يشتغل عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكل الشركاء من أجل الوصول إلى مدينة مواطنة، مدينة حاضنة لسكانها، حاضنة لشبابها، لنسائها، حاضنة لكل ذوي الإعاقة، وكذلك تفتح أفق واعدة لا على المستوى التعليم، لا على المستوى الصحة، لا على المستوى يعني كل ما يتعلق بالحقوق المجالية والحقوق الاجتماعية كما نصت على ذلك يعني اتفاقية جنيف وكذلك العديد من المواثيق والبروتوكولات الدولية. وشكرا لكم ولكم. اليوم المجلس يأخذ على عاتقه تنظيم يوم دراسي حول قضايا الحق في المدينة أو مدينة الحق بصفة عامة، وبالخصوص الظاهرة التي كنعرفوها اليوم بالمدن الناشئة أو المدن الموازية. حيث كنقولوا الحق في المدينة فاحنا كنتكلموا على حق يمركز وتتراكب فيه جميع الحقوق. الحق في المدينة هو الحق في الصحة، الحق في السكن اللائق، الحق في الحياة الجماعية، الحق في الحياة الديمقراطية، الحق في عدم التمييز بين مواطني أو ساكنة هذه المدينة. فبالتالي هذا موضوع تشكل بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أولوية ورهان أساسي. طبعا الغاية منه يعني استنادا لآراء الخبراء والدارسين والباحثين في هذا المجال بما فيهم أيضا الفاعلين الحقوقيين أن نوصل مجموعة من التوصيات لأصحاب القرار السياسي المشتغلين على هذه الفضاءات البشرية التي هي المدن.